عينيها ستر وبطال، وفي حضنها كالفتاة من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطار. عينيها ستر وغطا، وفي حضنها كالفتاة من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطار. بختار حياتي وحبها مقدر، ما انا لما شبيت عالحياتي لقيتني فيه، انا مهما اشوف منها او اتكتر ادعي على ابني واكرم اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنغال ما بدعي ولا بذرتي مطلطة. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنغال انا بدعي ولا بذرتي مطلطة. عليها 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 ستر وغطا. عز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربة. فعز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربة. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم مع جبال. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم مع جبال. بختار حياتي وحبها مقدر، انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فيه، انا مهما اشوف منها او اتكتر ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنغال انا بدعي ولا بذرتي مطلطة. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنغال انا بدعي ولا بذرتي مطلطة. عليها 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 ستر وغطا. انا رجلي مش هتخطي هناك ولا حتى دقيقه. جرى ايه يا زينب؟ جرى ايه يا اختي؟ حط عقلك في نافوخك، احنا مش ناقصين وجع دماغ، كفايه اللي عندي. ما تبقاش زينب يا اختي، ازاي بقى ما تعملهاش موال لوحديها عشان تبقى هي بقى اللي متميزه فيني؟ لا يا ستي، انا ما ضايقتش حد، انا مش هروح سرايات، مش هطلع من بيتي. روحوا انتوا. ايه ده؟ والله كنت في جره وطلعتي لبره يا زينب، وبقالك راي. شوفي يا بدريه، انا هقول لك الكهينه اللي لقينا دي بتعمل كده ليه. عشان الكبير يا حبيبتي يجي لها هنا وهي لوحدها، واحنا كلنا متكومين هناك. وشوف انت بقى لما تبقى لوحدها معاه من غير نكب بتاعنا، ايه اللي ممكن يجرى من ورا ظهرنا. لا يا ام كرم، وانت صادقه مش عايزه اروح هناك واحرق دمي كل شويه. الخواجايه واكله الجو، وفوق كده وكده كياده وقادره، وانا مش قدها. والله صدقتي صدقتي، ده من يوم ما دخلت علينا وهي ولعت الدنيا نار شرقها وغربها، وراحت واخداه ومسافره كده من سكات، وهو مش قادر يقول لها حاجه. تكونش سحراله ولا عامله له عمل على دي العرسه من الطلاقه. يبقى ايه اللي يوديني برجليا واسمم دمي كل ساعه والتانيه؟ ايه ده؟ الفتي نظري يا بدريه، اهي العرسه المطلقه دي معموله لي انا الوحيده اللي بتطلق فيكوا كل شويه.
شوفي بقى، أنا قاعدة مع زينب مش هتحرك، ولو منك نقعد على قلبهم ونقعد معاها هنا. يا استاذ جهزت روحكم؟ أنا عن نفسي الوحيدة اللي جاهزة من صباحة ربنا. دول شوف لك صفر معاهم. اسم الله بقى يا فاطمي، وأنا يا دوب هقفل حاجة سيد يا راجلي. طب مستنيني إيه؟ ما شاء الله بينا. أنا لابسة أهو، حاضر ثواني. وأني 10 دقايق وهتلاقيني واقفة على الباب زنهار. وأنت يا زنوبة؟ سامحني يا سلطان، أنا مش هروح وياك. إيه؟ بتقولي إيه؟ كيف انا بنتي عامل متحايل عليها؟ هو اهدى، يسموه ايه ده يعني؟ شفتي البنت يا اختي وفرحتها دلوقتي؟ بقى لما هو يخش لها هتجيب ورقه وهتشوفي سهولنا البنت دي. ومين يقدر يعني يقول لراجلي اي حاجه؟ تقدر، دي تقدر. عارفه هي عامله كده ليه؟ اه تشكي في ذكائي؟ لا يا فاطمه، انت اتفتلك بلاد. شوفي الموضوع بقى، البنت دي عامله فيها مش عايزه تيجي، بس هي هتيجي عشان لما الباشا يخش لها ويتحايل عليها احنا ايه؟ نتفرس. اه كهن نسوان ولقم ملوش معنى. طب يلا يا اختي، يلا يا زكيه يا نوري، يلا غطي بقيه الحاجه. راجلي زمانه نازل على طول كده متحكمه. يلا يا اختي، انت مفتريه يا ساتر. انت بتعصي امر يا زينب؟ من امتى واحده من حريمي بتقولي لا؟ هي كلمه واحده ومش هتنيها. جهزي حاجتك وقدامي على السرايا. طلقني يا سلطان. ايه بتقولي؟ ايه بقول لك؟ طلقني، ما بقاش في حاجه تخلينا نعيش مع بعض، وانت ما بقاش في حاجه تخليك تتعلق بيا. انا عمري ما كنت اتخيل ان في واحده من حريمي هتطلب مني طلب زي ده. مقامك محفوظ وقيمتك فوق الراس، وان طلقتني بعد كلامي ده مش هتحس انك معيشني معاك غصب. غصب؟ انت عيشتك معايا غصب يا زينب؟ ما تقلبش في الكلام، الله لا يسيئك السلطان، وخلي الغالي في الغالي. انت لا بقيتي على غالي ولا على رخيص. اسمعيني بقى بنت الناس، انا مش هسألك عن السبب اللي خلاكي تقولي كده ولا انك تطلبي الطلب الغريب ده، بس الكلام الفارغ اللي انت قلتيه بتاع ان مفيش بينا اللي يخلينا نعيش مع بعض، ده كلام ما يدخلش في ذمتي بتلات ابيض، لاني متاكد ان اللي بينا كبير وكبير قوي. بس انا برضو بني ادم مش هجبرك على انك تعيشي معايا بالعافيه، بالعكس. اسمعيني بقى، خليكي قاعده في بيتك وخدي وقتك، فكري مره اتنين وتلاته، ويا بنت الناس القرار اللي هتوصلي له انا هنفذه لك، لان انا متاكد ان انا عايز اريحك، زي انا متاكد ومتاكد جدا ان انا عايزك تعيشي معايا لاخر يوم في عمري. ايه يا هوانم، كفنتوا كل حاجه في السرايا؟ تمام يا كبير، كله تمام. وسيد وكرم فين؟ خدوا كل الحاجات يطلعوها على الكاريتات. طب عيال يلا بينا. يلا بينا ايه؟ وزينب هنسيبها؟ زينب ايه وبتاع ايه؟ اسمعوا الكلام، يلا بينا. يلا يا اخوانا كلكم جاهزين؟ جاهزين يا باشا. ايه يا باشا؟ اتكل على الله. سلام عليكم. يلا يا عم. لا صراحة جنبك. بنت الناس القرار اللي هتوصلي له انا هنفذه لك. ليه يا سيسو؟ ليه توجع قلبي كده؟ ليه؟
بالله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يا راجلي. إيه ده كله؟ إيه القبة والفخفخة دي كلها؟ اللهم صل على النبي. والله الواحد هين عليه يفرش وينام في أي حتة قشطة. تلاقي الملك إيه بقى؟ حاطط عينه عليك. أمال إيه؟ سرايتك يا باشا أحلى من سراية الملك. المهم عجبتكو؟ إلا عجبتنا، ده عجبتنا وكيفتنا، ده ولا في الأحلام يا راجلي. المهم السرايا دي إحنا اللي نعجبها. امال هتقولوا ايه بقى اما تشوفوها من جوه؟ في جوه لسه؟ وريها لنا يا لهوي. ايه بتعملين الترومبيل دوت يا ست؟ اوتوموبيل جديد علشانك سلطان. الترومبيل ده بتاعك ابويا؟ مخبي علينا ابا؟ طبعا طبعا. يعني الترومبيل ده بتاعنا؟ طبعا سلطان حبيبي. معقول سلطان بيسكن في سرايا كمان اركب كاريتا؟ نو، لازم اركب اوتوموبيل. ايوه، ومين هيدفع فلوسه يعني؟ انت حبيبتي لازم تروحي بكره عشان تدفعي فلوس، بعدين انت لازم حياتك كلها غيريها وانت معايا. انت هتغيري دنيتي كلها. تعالوا هنكمل جوه. تعالوا يلا يلا يلا. بعد رأيك يا راجلي، ايه الحلاوة دي كلها؟ زوجك حلو قوي يا باشا، اللهم صل على النبي. نو، ده مش ذوقه هو، ده ذوقي انا. انا اللي فرشت سرايا دي كلها، كل الحاجات دي من بلاد برا. انا عايزاكم تخلوا بالكم جدا جدا على الانتيكس والستاتيوز والفازات، علشان دي كلها حاجات غالية very expensive، وانا مش عايزاها تكسري. ايه تتكسري وتتجنطري دي؟ في ايه يا كرامين؟ ايه شايفين عيال صغيرين قدامك ولا ايه؟ ولا معانا اطفال؟ ما هم شحوطه قدامك اهم. لا يا بنت يا فاطمه، ايه فاكرانا كده كلنا مع بعضينا هنلعب وسط غمايه؟ انا صدقته خلاص بالراحه. حاضر يا راجلي حاضر. كارلو، امال فوزي فين؟ عند دادي، يجي بعد شويه. اتفضلوا اتفضلوا، كانها بيتكم. اتفضل. مش كأنها، ده بيتكم فعلا. ايوه كده. فرقعوا في زي ما انتوا عايزين، اعملوا اللي انتوا عايزين. الله يخليك. ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي يا باشا. يا جبل خاطرنا انت يا عسل. انا عملت عشان كل واحده فيكم اوضه حلوه كتير، ايه تكونوا مبسوطين. بيلا اهدي. استني يا ست بيلا ولا جيلا، يعني ايه عملت لنا كل واحده اوضه؟ افرض زوجها مش عاجبنا وكل واحده عايزه تختار اوضه تعجبها، في ايه يا باشا؟ خلاص يا كارمن، سيبيهم يختاروا اللي هم عايزينه. يبقى كل واحده فيكم تاخد اوضه اللي هي عايزاها. إيه؟ ربنا يخليك لينا يا راجلنا يا مطور رقبتنا قدام الخلف. الاوضه اللي احنا عاوزينها هي يا كراميس. اتفضلي كفايه. يلا بيلا مع سيدي. لا بيلا دي خليها كده، تعالي يا بنت ورايا. يبقى دي على كرم خالص. تعالي روح الله يكفي البيت. اطلع قدام، اطلع اطلع كده. ايه سلطاني؟ مش يلا؟ ايوه ايوه انا هطلع بس شويه كده على هما ما يقعدوا في الاوض. اوكي، لما اطلع تعالى عندي في اوضه. اوكي؟ شور هجيلك على طول. شويه النهارده، ده انا وشايفها رجاله.
ربنا يخليها. في الجبل؟ ايوه كبير، حركة مش طبيعية، وأنا خايف لأكون في حاجة بتتدبر لنا. الإنجليز مالهم؟ يمكن يكون حد من رجالة العمدة، ولا حد من العيال بتوع المقاومة الشعبية. بس احنا هنقعد نخمن ونضرب خماس في السداس ليه؟ ما احنا نشوف ايه الموضوع ونحلها الليلة. حامد ابويا، افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اتكلم. انا هفهمك كل حاجة ابويا، خد منظور الرجالة وقعدوا في اي حتة دلوقتي. حاضر، يلا يلا يلا. ايه الحكاية؟ بتشتغل في معسكرات الانجليز ومع كده كهف وجبل ومقاومة؟ انا مش فاهم حاجة من اللي حاصلة، ما تفهمني ايه اللي بيحصل بالظبط. لا ابويا، مقاومة ايه وبتاع ايه؟ انت عارف برضه انا بتاع مقاومة. امال ايه اللي بيحصل ده؟ اكدب عينيا يعني؟ لا ما تكدبهاش ولا حاجة ابويا، انا بس يعني عاوز افهمك. يا سلام، اتفضل يا استاذ فهمني. دول ابويا مش من مقاومة ولا حاجة، انت لو عرفت دول ايه هتشكرني. من غير شكرانية، قول دول ايه يا استاذ؟ مفيش ابويا، الناس دول العمدة ضحك عليهم واداهم فلوس وخلاهم يكذبوا على الجنرال ويقولوا انهم المقاومة وان هم اللي فجروا الحفلة. بصراحة انا اما عرفت مرضتش بالظلم، ما انا طالع لك ابويا لانه استغل فقرهم وضعفهم وخلاهم يسلموا روحهم. ما استحملتش هربتهم وخفتهم لاني متاكد انهم مش من المقاومه. حرام يا ابويا، حرام العمده استغل فقر الناس ويوديهم في داهيه عشان هو يكسب هو وماكسويل وامثالهم. يا ابن الرفض يا عطار، بقى هو جاب العالم الغلابه ديت وعمل قدام الانجليز ان دول المقاومه وكل اللعبه دي عشان يسرق مني القرنص؟ طيب وراس ابويا ما حاسبها له؟ انا هخليه راس فجل، انا هفرج عليه العالم. بس اسمع فهمني كويس، انا عايزك تخلي العيال دول زي ما هم هنا، بس على شرط لا انت ولا حد من اصحابك يجي لهم. سيبهم لي، اكلهم وشربهم هيكونوا عندهم بالليل قبل النهار، ومن هنا ورايح سيبني انا العب بقى اللعبه دي مع العطار. انت عليك بعد كده شاطر تتفرج وبس. يا ما نفسي الناس كلها تشوف طبتك وحنية قلبك يا ابويا. انت حسيكي؟ ايوه انا حسيكي، انا حسيكي وما عنديش حاجة تتسرق. بص خش جوه، لو لقيت حاجة من نص فرنك يبقى لك الكلام. انا مش جاي اسرق. امال انت جاي تعمل ايه بالظبط؟ وبعدين انا ما عنديش لا نسوان ولا بنات عشان تخطفهم. يا عم اصبر شوية واسمع. اصبر ازاي؟ انت خليت فيها سمع، انا عارف. وبعدين بص بقى، اوعى اوعى تيجي ناحية الرغيف بتاعي ولا حتى حتة منه. ايوه يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. لا بقول لك ايه، الله يخرب بيت رغيك، الله يخرب بيت رغيك. اسكت شويه، اسكت شويه. انا من طرف بنتك شهبه. بنتي هي عايشه؟ وطي صوتك، انا جاي دلوقتي عشان اخدك ليها. طب هي فين؟ طمني. معانا معانا معاكم انتوا مين؟ يا عم بطل اسئله، انا جاي اخدك ليها. يلا تعالى معايا. طب يلا يلا بينا. يا عم يا عمي. يا عمي يا حبيبتي كده برضه يا شحبي كده يا بنتي؟ تسيبيني وتمشي وتسأليش فيه؟ ده انا يا بنتي كنت حجني، ده انا حالي كان حيروح علشانك يا بنتي. حقك عليا يابا، معلش والله، ده انا اتبهدلت خالص في الصحراء يابا. ده لولا الناس الطيبين اللي انا في وسطهم دول كان زماني ميته والديابه عماله تنهش فيا وفي اللي في بطني. ما هم قالوا لي انك انت متي والديابه كلتك، بس ابن الرفضي اللي اتجوزتيه وكان سبب البلاوي دي كلتي قال لي لا دي عايشه دور عليه. بس هدور عليك فين يا بنتي؟ ده انا مش قادر امشي على رجلي، انا هلكت يا شعبي.
داني كنت هموت عليك يا بنتي. معلش يابا حقك علي، من هنا ورايح مش هفرقك تاني ابدا، رجلي على رجلك ورجلك سابقه رجلي كمان. يا حبيبي يا حبيبتي يا بنتي وحشتني قوي قوي يا بنتي قوي. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا مرحبا ابو شهبه، اتفضل يا مرحب بك يا عم الحاج. ايه دي الاكل ده كله عشاناني؟ ايوه اه يابا كله. أيوة. دول ناس كرم قوي. يا سلام، انا مش عارفه اقول لك ايه بس على كرمكم ده يا عم ابو زين. جرايه يا شهبه، ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي، ما خلاص. ما قلتليش يا شهبي اللي ببطنك عملت فيه ايه؟ نزلتيه؟ اه يابا نزل، وبقى بني ادم ومال عليا الدنيا. اهدي، انت خلفت يا شهبي؟ امال ايه يابا، والله بقيت جد. انا بقيت جد؟ طب انا عايز اشوفه يا شهبي، وحشني عايز اشوفه. مع زينه بتشمسه. هات الواد يا زينه. فين؟ وريني ورهوني فين. هات يا بنتي. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والله وبقيت جد يحسيكي يا الله. اللهم صل على النبي. بقول لك ايه يا شهبي، انت سمتيه ايه؟ انت بالصلاة على النبي قلت لي الهيصه بتاع الشهيد اسمها ايه؟ هايتي. هايتي؟ هاي ورحمه الله وبركاته. حلوه هايتي ده. بس هيقولك بقى، انا ما بحبش اشرب الشاي في الحاجات الصيني دي، انا احب اشربه في كوبايه الازاز. دلوقتي في مصر هنا عندنا مصانع بتعمل كوبايات ازاز فشر الانجليز. اشرب الزردة الصعيدي كده في الكوبايه اتكيف واتمزج. سلطان حبيبي، لازم حاجات كتير جدا تتغير فيك، زردة وازاز وشاي، لازم تشرب هاي تي. هاي تي ايه وخيبه ايه؟ وهغير ايه اكتر من كده؟ كنت بركب كاريتا، دلوقتي بقيت اركب طنبيل. كنا عايشين كلش كان عايشين دلوقتي في سرايات، انما شيء اللي هنعمل فيه تغيير. اسمع سلطان، انت لازم اسمع كلامي علشان تبقى بيزنس مان كبير، تعمل شغل كبير، تكسب كتير، كمان انت تبقى شغلك مفيده. انا شغلي ده كله صغيره ومش مفيده، ده انا اكبر شغل، انا اعظم شغل بيشتغلوه اللي بيشتغلوا في الشغل. انما انت عايزه ايه؟ انت لازم علاقتك بحكام انجليز تكون علاقه كويسه، مش بس علاقتك بماكسويل، نو كل حكام انجليز، علشان تبقى عندك علاقه مع حكام في اشغال تجاره في مصانع كده. سلطان هيبقى ملك، مش بس ملك صحراء وبس. أنا تحت أمرك، فصلي وأنا ألبس. فصلي إيه؟ أنا مش كلم عن اللبس. ما أنا برضو مش كلم عن اللبس، أنا قصد أقول لك يعني أنت خططي وأنا أنفذ. مريت على بيت الحبايب من بقى. أنا بصراحة مش عارف أطبخ يا فاطمي ولا نيل حاجة في المدعوء المطبخ بتاعهم دي. هتعملي إيه؟ بس ما تتلككيش عشان تحرمينا من أكلك اللي زي السكر. ولكن يعني هي كده مطبخها سم زيها بالظبط، هي مش محتاجة أصلا، إنها ما بتاكلش. عايزانا نعمل إيه؟ طب ما نشتغل إحنا زي ما تعودنا. إزاي يا فلحة؟ إزاي هسوي الأكل على المدعوء دي؟ إزاي؟ اصبري، أنا فهمتها قصدها إيه؟ قصدها إيه؟ قصدها عايزة كانون زي بتاعنا اللي كان هناك في دارنا، وعايزه كام باجور كده. ايوه هو ده قصدي. فكره يا بنت، خلاص زي ما انت قلتي، انت وهي اجرولي على الجنينه، دورولي على مكان بس يكون مكان بحري، نعمل فيه ايه؟ كانون وفرن وتقفصه فراخ نربي فيها بط ووز وحمام عشان ابنك يا فاطمة، وحمام وكل حاجة. يلا بنتي حمام وحمام في الجنين في جنين كارمن. ايوه انت ناوية على مصيبة ان شاء الله يا اختي، عجلك مريحك. صباح الفل. ايه يا اختي ناموسيتك الكحلي؟ انا صاحية من بدري. وما نزلتيش ليه؟ كنت بتفرج على فيلم اخر رواق في الجنين، وكنت عايزاكوا تتفرجوا عليه انتوا كمان عشان تتبسطوا. قصدك على الباشا وكراميل؟ يا اختي هي ما اتفرجنا انا وهي ياما، ومع ذلك برضو كنا بنصحى الصبح عادي خالص، نشتغل وناكل ونشرب ونطبخ، مش عاملين هوانم.
أنا مش عاملة هانم يا ست أم كرم، بس ربنا عالم باللي بيا. عالم باللي بيكي؟ يعني مش عالم باللي كان بيني؟ دوجي يا زينة، اللي دوجتيه لغيرك ربنا برضو دوجهولك. جرى إيه يا نسوان؟ أنتوا هتفرجوا الناس علينا ولا إيه؟ عاوزين الخواجاية تقول دول ستات لمامة وحوش؟ ما توطي صوتك منك ليها، إحنا مش في بيتنا. لا ده بيتنا يا أم سيد. ولا نسيتي ان السلطان هو اللي دفع فلوسه بني السرايا دي، واحنا نسوانه زينا زيها. مش صح يا زينب، انت بتهيألك السرايا دي بناها الباشا عشان كرامين يعني بتاعتها، وفي اي لحظه اي غلطه من اي واحده فينا، اي واحده فينا، مفيش يعني واحده كده والتانية لا، احنا التلاته كده هنبقى بره وكرمين بس هي اللي جوه. زينب حقيقه يا ساتر يا ساتر عليكي يا فاطمة وعلى كلامك اللي نازل من بقك زي السم، ما هي بداية شدتك من لسانك، ارحمي الست شوية. دي الحقيقة يا بدرية، في ايه مالك؟ طب يلا يا اختي، يلا نشوف هنهبب ايه ونعمل ايه. الست زينب، حصل حاجة؟ عايزة ايه ان شاء الله؟ ما تقلقش يا سلطان، بس انا بعت لك عشان عايزه اعرف حاجه. خير؟ عايزه تعرفي ايه؟ انا في السرايا دي في بيتي ولا ضيفه؟ ضيفه؟ لما انت يا ست الحسن والجمال ضيفه، امال مين صاحبه المكان ده؟ الخواجاي. ياه، طب تعالي. ايه الخواجايه ده؟ انت مخك بيروح لبعيد قوي. أنا ما انكرش إن الست كارمن ست واعية وبتفهم، وأنا باخد رأيها في كل حاجة تقريباً وبستفيد من وراها بصراحة، بس هي واحدة زيكم مش ممكن تكون صاحبة البيت. السراية دي بتاعتي أنا ومن حر مالي أنا، وأنا اللي فكرت فيها تبقى ملك سلطان الغمري، ومن بعديه كل اللي على ذمتي، وأولهم أنت يا ست الحسن والجمال، مفيش حد غيرك. أنا آسفة يا ست سلطان، ما كنتش قصدي اعجن عليك، بس الكلمه دي ضربت في دماغي. ايوه نفسي افهم بس مين اللي قالتها لك وضايقتك بالشكل ده؟ لا ما حدش قالها، بس انا كنت بقصد يعني لو حد اتكلم بالموضوع ده قدامي هارد واقول ايه. يا سلام، ده انا متجوز واحده مصحه قوي، بتفكري لو حد قال لك هتقولي له ايه؟ ده انت تفكيرك لقدام قوي، مفيش غيرك يا نوارة، انت النوارة اللي في القلب واللي هعيش كوم عمري كله عشانها. الحلوة دي جامد تعجن في البدرية، ودي كبيرة مش خامة تتعد لي. كوكو كوكو في الفجرية، يلا بنا على باب يجعل صباحك صباح الخير يا استعطيه، صباح الصباح فتح يا عليه والجبنة فيه. ايه يا بنت الحلاوة والزلابية والمهلبية والقشطة اللي انت فيها دي يا بنت؟ يخرب بيتك، هو في كده يا بنت؟ ها؟ ازيك يا بنت يا مجد؟ بتعملي ايه يا بنت؟ زي ما انت شايف. انا لسه ما شفتش حاجه. لا يا سي كرم، لا انا يا اخويا مش قد، وحيه النبي بقى تسيبني في حالي. اسيبك ازاي يا بت؟ ده انت عجباني ومش هعرف نفوخ على الاخر يا بت. صحيح يا سي كرم؟ صحيح ونص يا بت. لا لا يا سي كرم، انا يا اخويا مش بتاعت الكلام ده خالص. كلام ايه يا بت؟ هو انا برضو بتاع الكلام ده؟ ده انا كرم الغمري ابن سلطان الغمري الكبير، ها صاحب الارض دي كلها. وابني الكبير يعمل عمايل الكبار ويجي يخطبني من ابويا. وماله انت جيتي في جمل يعني اجي اخطبك؟ صحيح والنبي. ايوه يا بنت، انا بس قابل ابوكي وكل حاجه هتبقى تمام التمام. تعالي بقى. على فين؟ تعالي يا بنت هنتمشى شويه اعلمك ركوب الخيل. تعالي بس ما تقلقيش. الله يخرب عقلك يا كرم، ده في غياتك في بلاط الكسر دول، ما تشوف لك واحده عادي. يا ده الواحد بيعيش ليومين ولما يزهق منها يرميها ويشوف غيرها.
هي دي ميزه الحريم الكسر ده يا سيد. الواحده منهم ما تقدرش تتكلم وتفتح بقها. ان شاء الله تقعد معايا يومين تقول يا سعد يا هناي يا سعد. احنا اولاد الكبير يا ولو ابوك عرف يا حلو هتعمل ايه؟ محدش يقدر يهوب ناحيه الكبير او يستجرى يقول له. كل البلد دي عرفت اللي حصل لحسيكي وبنته لما جم وقالوا لابوك. انسى ياد ما تخافش وخليك ادرج زي اخوك كده وخش بقلب جامد. تصدق قد دخلتها دماغي؟ طب ما تشوف لي واحده حاجه على قد كده يعني اجرب عليها. اظبط نفسك انت بس وخلي الكبير يظبطك وسيب لي نفسك. يعني ايه يا جناب الجنرال؟ ده انت وعدتني واديتني كلمه. لما يرجع ولاد مقاومه ابقى وقتها ادي ام ده شغل قرنص. حول الله يا رب. واني ذنبي ايه بس في هروبهم؟ هو انا يعني اللي كنت في المعسكر ولا بحرسه؟ انا سلمتهم لك بايدي. كونهم بقى هربوا ده مش بيدي. خلاص ام ده. لما يبقى يرجع ولاد مقاومه ابقى اديك شغل قرنص، اوكي؟ اوكي يا جنرال. بس أنا عايز جنابك تاخد بالك من حاجة واحدة بس. لو كنت يعني أنا اللي مهربهم ولا حتى أعرف مكانهم فين ما كانش زماني حابس أهلهم وبجررهم عشان يقولوا العيال دول فين. خلاص أمدا. خلاص خلاص اللي من الله يكون. سلام يا جنرال. يعني العمدة راح المعسكر النهارده؟ ايوه جنابه. طيب عادي يا عبد الله. خير، يبقى احنا كده هنعرف ايه اللي بيجرى بالظبط. على كل حال يا عبد الله، انا مش عايزك تقصر مع العيال اللي في الجبل دول. دول هديه وجات لنا من السماء. كل حاجه بتوصل لهم اول باول. بس في حاجه جنابك لازم تعرفها. قول يا عبد الله، في ايه؟ أصل ما تنطع في إيه؟ سي كرم. كرم ابني؟ ماله؟ أصل عرفنا الليلة إنه عرفته إيه يا عبد الله؟ كمل. هيكتب كتاب. إيه؟ بس لازم تكتب لها مؤخر كبير برضه يا سي كرم، ما تاخذيش يعني. إيه ده؟ أنت خايف على بنتك مكادة مني أنا؟ يا عم أبو مكادة، صدق كده عيب. ده انا كرم الغامر يا راجل. لا يا سي كرم، خوف ايه لا سمح الله. انا بس برضو يعني عايز أأمن لبنتي حقها، خصوصا يعني وانا عرفت ان دي الجوازة الخامسة بالنسبة لك. ها؟ وانت مين اللي قال لك على الحكاية دي يا عم ابو مكادة؟ معروفة يعني، ده انت ابن الكبير وكل حاجة للكبار بتتعرف. عموما هو كل شيء اسمه نصيب، وانا لو كنت لقيت راحتي مع واحده فيهم ما كنت سبتها خالص. بس انا حاسس ان شاء الله يعني ان هلاقي راحتي مع بنتك مكاده، وساعتها بس عم ابو مكاده هتعرف ان العيب مش مني انا، منهم هو. عموما كاتب الكتاب الليله. ها؟ وكمان هكتب لك مهر كويس قوي 100 جنيه بحاله. نعم ازيك يا باشا؟ انت كنت فين يا هلا؟ كنت عندنا سايبك العرر مش كده؟ لا لا، ده انا كنت مع واحد صاحبي. نايل على عينك. صاحبك ده ايه؟ اسمعني يلا على السرايا، هناك هتفاهم معاك يا عره. طو عليك. حاضر يا باشا. فاتك المصايب. ما تفهمني في ايه يا ابو كرم؟ ماله الولد؟ فيه ان ابنك رمه وهيفضل رمه وعمره ما هينضف ابدا. يا لهوي، كرم ابني اسم الله عليه، عمل ايه بس لده كله يا كبير؟ مكاده 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 اللي بتمشي ورا الحمير، ما لقيتش غير مكاده دي عفشه. وبعدين دي ما فيهاش من الحريم حاجه، هي فيها من الحمير يمكن انما النسوان ملهاش حياه. حكايه مكاده دي كمان مين دي؟ يا ابويا اللي قال لك كده كذاب. يا ابويا كذاب؟ وقعدتك معوها في الغيط اللي هو بيشتغل فيه دلوقتي برضه كذب؟ لا لا، ده انا كنت ده انت خيبتك تقيله
وهتفضل تقيلة. اسمعي، الواد ده يفضل هنا جوه السرايا ما يخرجش منها أبدا، وإلا هتبقي طالق مني بالتلاتة. يا لهوي، ليه؟ أنا ذنبي إيه؟ اسمعني يا لد، ما دام أنت محروق قوي كده وقلبك واكلك على الجواز وعايز الخيبة دي، سيبني أنا أختار لك. أجيب لك واحدة بنت ناس عليها القيمة، ناس يليقوا بنسبي، وإلا أقسم بالله هقطع رقبتك. النبي تكسب فيه وفيا ثواب لو جوزته يا أبو كرم، إيه رأيك بقى؟ عشان أنا بصراحة أتفرغ لك، أنا كده أعصابي باظت منه، ومش هنقضي عمرنا كله في مشاكل عشان كرم وبنجري وراه. إن كان على الجري ما تخافيش، أنا أجري وراه وورا اللي خلفوه، بس المصيبة إنه بيختار ناس عفشة وطين. خلاص خلاص يا باشا جوزني، بس تكون بنت حلوة يا باشا. يا صلاة النبي، تكون بنت حلوة؟ أنت كمان هتتشرط؟ ليك عين، جاتك نيلة، أنت تخلص خالص. أنا هجوزك اللي اختارها وعلى كيفي، واحدة بنت ناس تليق بمقامنا، مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا باشا. Very good فوزي، very good، دي تفكير سليمة. احنا لازم نستفيد من المكان دي ماما، وأنا أقدر أعمل كده. سلطان بيع أثار هنا في كايا، أنت قادر أعمل أحسن من كده كتير. شور، أنا أفهم لندن كويس أوي، وأفهم إزاي أجيب أثار أحطها في لندن يجي منه ماني كتير. أنا مبسوطة منك كتير فوزي، أنت فكر في موضوع زي دي. يو نو ماما، أنا أحب بيزنس كتير، ودي بس بداية لبيج بيزنس في راسي. فوزي حبيبي، دي كلام between you and me بس، مش حد تاني. يس؟ شور ماما، أنا أفهم ده كويس. حصل إيه؟ إيه صوت دي فوزي؟ تعال أشوف في إيه. انت يا بنت انت وهي عايزاك وانت بتبنوا الفرن دي عايزاه يبقى واسع كده، مش عايزاه ضيق زي البيت القديم. حاضر. والنبي كان نحط في اليمه الايه بليه عشان الهوا ما يطفيش النار. لا يا اختي، انا عايزاه في اليمه البحري كده قدام الورد، عايزه يعني اخبز كده وانا في البحر كده. طب والكانون؟ الكانون هعمله غادي ورا السرايا. يا طب وليه الراحة والجاية؟ ما كنا عملنا الفرن ده كمان جنب الكانون. رأيي يا بنت، مزاجي اعمله ورا، وبعدين ربنا موسعها علينا هنضيقها على نفسنا ليه؟ شهيله وخلينا نخلص. والبطة دي بعد ما تبني الفرن اتبحالي ودخلها لي جوه. حاضر يا ست. الطوبة تتحط كده يا منيل على عينك. حاضر يا ست. ايه ده ميسيس غامري وان، انت بتعملي ايه في الجاردن بتاعي؟ سلامة النظر يا اختي، بعمل فرن. ما تقولها يا نن عين امك. نو 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 نو، دي انيمالز. لا يا اختي مش انيمالز، انا بعمل فرن والله العظيم، فرن وكانون. اوه نو نو نو. لا يا اختي، انا اعمل اللي يعجبني، دي سرايه رجلي وانا اعمل فيها اللي انا عاوزاه، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. ريلي انتي ست فولجر. صدق بالله بقك بينقط سكر، خد امك بقى واتكلوا على الله. اوف كم فوزي كم بليز. بسم الله كم وزمي فوزي كم كم كم. طيب يا ست البنات، اتكل انا على الله بقى. لا ما لحقتش تقعد معايا، لسه ما كملتش نص ساعه. لا استني بس، هو انا من امتى اتعودت اقعد معاكم بالنهار؟ أنا لولا مشكلة الواد كرم ما كنتش جاي، فأنا انتهزت فرصة قلت أشوف حبيبة القلب بس. ربنا ما يحرمني منك يا سيد الناس. طيب يا حبيبتي، اتكل أنا على الله بقى. بس سلطان عايزاك تعذرني في غيرت عليك. يا ستي أنا عذرك، لأن أنا بغير عليكي وبحبك وماليش غيرك ومستعد أقعد معاكي ليل ونهار بصراحة. انت هنا تبوس وسيبي سرايا بتاعي تبوس. انا شو بلاقي الفزع ده، ما خبطتيش على الباب ليه؟ انا مش في خبطي دلوقتي، تعالي شوفي يا ستات بتوع انت بوظ في سرايا بتاع انا. بوظ سرايا انت؟ تعالي تشوفي ايه اللي بتعمليه ده يا بدريه. رجلي عامله لك فرن، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ دي كزورات مش مفاجاه. شفت شفت يا رجلي، بتقول على الفرن اللي انا بعمله كزورات. كارمن ما يصحش،
دي مش ربش، دي عشة فراخ فولكلور، ايجيبشن فولكلور. وبعدين دي مراتي، انا اعرف ازاي افهمها واربيها. اني طب انا غلطت في ايه بقى يا راجلي؟ يا بدريه، ما ينفعش في السرايا هنا تعملي عشة فراخ وفرن بلدي وحاجات من دي، اعمليهم ورا. ما انت بتحب اكل الفرن والكانون، وهنا لا في فرن ولا كانون، وانا عملت كل دي علشان خاطرك انت. كاك كاك ربش، دي حاجات اعملها هناك في بيت قديمه مش في سرايا. جرايه يا اختي، مالك بتتنفتك تلاقي جرايتي؟ وهي جرايه بدريه فيها خواجه، هتخانق وانا واقف كمان؟ والله عال. مش قلتلك يا ست ام سيد؟ خلاص خلاص، حاضر يا راجل، هعمله ورا علشان خاطرك انت بس يا راجل. مش عايز اسمع خناقات ولا شكاوي، مفهومه بدريه؟ سامع خواجه؟ وش معنى يعني ما قلتش لزينب؟ ما هي زينب واقفه وسامعه، فاهمه؟ سامعاكوا تحت طوعك يا سيد الناس. بقول لكم ايه، بلاش شغل الضراير ده مع بعض، هدوا سركوا مع بعض. وبعدين انا دماغي فيها 100,000 مشكله، مش فاضلكم، حرام عليكم. البيت بيت ابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. مركزين قوي قوي قوي، قاعدين ومرقدين قوي قوي قوي، الليله فيها ان اصل اللي معرينا هم هم اللي كسونا. البيت بيتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. البيت بيتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. ناس في المقدر طلع عايزين ياكلوها ولع، قال ايه هيقلدونا. ناس في المقدر طلع عايزين ياكلوها ولع، قال ايه هيقلدونا. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين، ما بنتفتفتش. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين، ما بنتفتفتش ولا بناخد صابونا. ساكتين ومركزين قوي قوي، قاعدين ومرقدين قوي قوي، والليلة فيها إن أصل اللي معرينا هم هم اللي كسونا.